بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد الكريم، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد نستهله بشكر وذكر الحميد المجيد وباستمطار البركات من رب الأرض والسماوات واستدرار الرحمة من أرحم الراحمين ومن قلوب عباده المخلصين، وتلبية لنداء الدين والواجب والوطن والضمير بوجوب الوقوف لمساعدة الغير، قمنا بإعداد هذه الحلقة من برنامجكم الدنيا بخير. صلوا عليه شافي الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. عزيزي المشاهد، حقا إن المرض ضيف ثقيل، إن المرض قدر واختبار، وما الحياة إلا دار ابتلاء، وهنيئا لمن صبر واحتسب. ومعنا اليوم حالة المواطنة سماح عبد الباسط أبو ضيف، والتي تسكن بعزبة المرشح بمنطقة كيمة بمحافظة أسوان. بداية أخت سماح، كل عام ويا رب حضرتك وأولادك ومصر كلها في أمن وسلام. خليك أنا متطيب. طيب لو نرحب برضو باللي هو أحباب الله محمد، كل سنة وانت طيب. وكان من عيان كان عقارب. ودلوقتي خفيت ولا لسه محمد؟ خفيت. إن شاء الله هتخف كمان بإذن الله محمد. بداية أخت سماح، النهاردة في كل الحال بنقول اللهم لا اعتراض واللهم لك الحمد والشكر. وطبعا انا يعني عرفت قبل الحلقه ان الحاله اللي بتعاني منها مش حاله مرضيه ليكي والعوذ بالله، ولكن لاغلى ما تملكين اللي هو حاله زوجك المريض وحاله فلذات الاكباد احباب الله اولادك الاثنين، واللي هم برضو بيعانوا من امراض وعملوا عمليات. بدايه احكي لنا ايه الظروف اللي انت بتمر بيها وايه مطالبك وايه المشكله عندك؟ أنا جوزي تعبان وبيسرح يعني كحت في الجبال في الرماد، ومش معاه يعني حاجة يدل بيها، أي حد جاي في الطريق بيدلهم له معاه، وتعبان يعني ومعاه معيشة عيال وعلاجات، ومعاه ود تعبان ليه شهرية علاج، ويعني نطلب منكم إحنا مش كناش عايزين نطلع. طيب قبل ما تطلبي يعني ايه شغال بيكحت في الجبال؟ يعني هل هو شغال في محاجر زي الانفار ونظام يوميات؟ لا ما بيطلعش، شغلانته هي دي بس، يكحت خردة في الجبل بس يطلع من الرماد، هي دي شغلانته، ما هو شغلانة تاني من الرماد. يعني ان هو بينقب برضو في القمامة وفي تحت الارض او فوق الارض من الرماد، بيطلع اي خردة يبيعها ويسترزق اللي بيشتغل بيهم في اليوم، بيضيعوا ما فيش تاني لحد يدخل علينا ولا حاجة، وغصب عننا نطلعنا، لو معانا ما كناش طلعنا ولا قدمنا نفسنا. ونطلب من أولاد الخير يعني أن يساعدونا ويساعدوا أولادنا وبيوتنا، قاعدين في وسط جبال وبيوتنا مش مسطرة، وإحنا يعني غصب عني وجوزي ولا كان أنا طلعنا، بس القلة الظروف يعني بتحكم على أي واحد، وإحنا يعني مش طالبين أي غير مساعدة بس من الناس. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. انت عندك اولاد بسم الله ما شاء الله غير محمد؟ يطلعوا مع ابوهم وبيتعبوا
مين اللي بيطلع مع ابوهم التنين. اللي هو الصغير ده؟ التنين بيطلعوا. الصغير ده بيطلع والله، هو بيجوا معاه ويجوا تعبانين معاه، اللي يغمر معاه واللي يجيبه، وهم بيطلعوا معاه والله. وبالرغم من كده برضو حضرتك قلتي لي ان هم اتعمل لهم عمليات. والله عاملين عمليات. كانت طيب العمليات دي مصاريف العلاج كتيرة، قدرت تدبريها ازاي؟ والله ما احنا اولاد الخير، اولاد الخير عملوها له، عملوا له عمليه ب 15000 دياتي مش انا. محمد الحاجة. الصغير ده ونفس الحكايه بالنسبه لاخوه الثاني. الثاني ايوه، مش احنا والله، احنا مش معانا، وكل اللي يجي يشوف بيتنا يعني وظروف ابوهم مش معاه. وابوهم قبل كده تعرض لاصابه زي ما تعرض؟ كان شغال في عمدان، وقع عليه العمود على مخه، ومش بيقدر يعني يشتغل، مخه مع الشمس والسخنيه يوم يشتغل وباقي الايام لا. كشف وراح اخذ علاج ولا لا ما راحش؟ كان يخاف وما بيحبش الدكاتره، وانا بقيت انا في البيت غصب عن الناس تجيب له وعالجه. تدينا والله، تدينا مصاريف، تدينا حاجات. تعال يا محمد، تعال حبيبي، تعال تعال نفسي اتكلم معاك. يا ربي بارك بالقلي وارزقني رزق حلال، صابر وصابر لو كانت حمولي جبال. يا ربي بارك بالقليل وارزقني رزق حلال، صابر وصابر جميل لو كانت حمولي جبال. طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب يا رب خيرك مال الكون والوجود، من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود. طيب أختي سماح، النهاردة فعلا زي ما بيقولوا لو كان الفقر رجلا لقتلته، وانت النهاردة امرأة ضعيفة لا حيلة ولا مقدرة ولا حول ولا قوة، بس بالرغم من كده واقفة مع زوجك اللي البسيط وعايشة وراضية باللي ربنا قسمهولك. أيوة اشتغلت بس ما قدرتش على الشغل أكافح على العيال ولا على البيت. اشتغلت مش منشغلش بس ما قدرتش. اشتغلتي عشان تساعديه؟ اشتغلت عشان أساعده بس ما قدرتش، تعب العيال وتعب برا ما قدرتش بصراحة، وغصب عنه بيطلع الشغل يا يصرفوا خلاص، ما فيش دخول ولا طلوع ولا دكان ولا حاجه معانا، ما فيش اي دخل ولا تكافل وكرامه، ولا ان انت في معاش مثلا بتاخديه او لا؟ باخذ تكافل وكرامه 400 جنيه ومشينا عملوها لي، ما حدش يرد ان حد يعمل لي 400 جنيه. 400 جنيه باخذها. ال 400 دي بتصرفيها اكيد في علاج محمد واخوه؟ والله ايوه، مش مكفيه صراحه، ولا هم ابوه مكفي، وبيوتنا يعني ربنا يعلم بيها، قاعدين في وسط الجبل، نزلت علينا السيول برضو دمرتنا. طب انتوا في الحر ده عايشين ازاي؟ عايشين والله، لا في تكيف ولا حاجه، قاعدين على حته مروحه، على مروحه عايشين، مروحه على حته مروحه قاعدين، بس الحمد لله برضو ان في مروحه، بس المشكله ان مفيش العيش. مفيش بصراحه، المعيشه صعبه والله، واحنا غصب عننا نطلعنا، لو معانا ما كناش طلعنا، بس غصب عننا اخواتنا يساعدونا. ربي يلي بقدرتك يرزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. يا ربي يلي بقدرتك يرزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم داقت عليهم بتفتح ألف باب. طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب، لو يوم داقت عليهم بتفتح ألف باب.
غصب عننا والله طلعنا، لما على القلة ما فيش خالص، القلة اللي خلتنا، القلة اللي خلتنا، ومش يعني ما يكفينا احنا واكل ولا يكفي ولد، وعلاج كل شهرية لي 15 يوم يجيب له الدواء 15 يوم يخلص، يعني يا ريت ياخذ الشهر علاج الواد، لا كل 15 يوم ولا 10 ايام لي علاج، واروح المستشفيات بي اكشف له. ونفس الحكايه للواد الثاني؟ لا هو محمد بس اللي هو تعبان، لكن الواد الثاني عاملين له عمليه. عاملين له عمليه بس محمد هو اللي بياخذ علاج كل 15 يوم. محمد هو اللي بياخذ علاج كل 15 يوم، وغير العمليات، ومش موديها مدرسه، عايز اقدم لهم ما فيش. مش في مدرسه؟ ما فيش والله ان انا اقدم لهم، ما فيش مصاريف، ما فيش. نجمه بس ناس كمان قدمت لي ليه. مش انا اللي قدمت له، ناس قدمت لي الولد الكبير، لكن دي مش معايا ان انا اوديه. معيش والله. لا معيش ولا دروس ولا حضانات ولا اي حاجه. معكيش ان انت تعالجيه؟ ما فيش علاج. ما فيش علاج. مودي تقاريره برا للناس يجيبوا لي فين، واحده خذ ابله يعني واخذاه برضه ما سالتش فيها. وغصب عنه ابوهم برضه يضطر ان هو يجيب له العلاج، عشان لو ما جابلوش العلاج يتعب. نفسك في اختي سماح، طالبه ايه؟ والله اللي يجيبوه أولاد الخير كلنا راضين بي، يعني يعيشون عيشة يعني زي الناس اللي عايشة، يشوفوا محمد ديات يجيبوا حاجة لأبوه يصرح لهم بيها، يفتحوا لنا أي حاجة يعني كده نبيع منيها. هو عنده حاجة وثلاثين سنة. زوجك؟ آه عنده حاجة وثلاثين سنة. شاب يعني بسم الله ما شاء الله، بس ما بين المرض وما بين إنه أرزق ورزقه كمان برضو تحت الأرض بالتنقيب. هي دي بس والله اللي عايش عليها، يعني هيجي الناس لو جو سألوها يقولوا صحي عيشتهم دياتي على الصفر خالص، وهي عيشتنا دياتي، يعني يجيبوا له حاجة يطلع بيها يساعدوه في البيت يشتغل بيه، يجيبوا له والله يا ريت يجيبوا له. راح كثير ما محدش يعني، برضو قلنا يمكن الناس اللي تشوفنا على التلفزيون يكون فيهم الخير شوية يجيبوا له حاجة. اللي يشوفونا على التلفزيون ممكن يجيبوا لنا حاجة يعيش ويعيش عياله. ده كل آمال. كل آمال والله. طالبين غير السطر بس، مش عايزة أي حاجة. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه، وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. الكلام اللي قالته المواطنة البسيطة اللي هي النهاردة سماح عبد الباسط أبو ضيف، اللي قاعدة في عزبة المرشح في قيمة، واللي هي اللي بتقول من بداية كلامها ما كنتش هنزل من بيتي اللي هو ما بين حظيرة أو سلسلة من الجبال يعلم الله بمسكنهم، وفي هذه الحرارة الشديدة ما كانتش هتنزل لولا ضيق الحال، لولا قلة الحيلة، لولا إن هي تعتبر أقول إيه تعتبر شابة وليست بامرأة كبيرة السن أو كهلة، وزوجها اللي هو كله 32-33 سنة في رعاية شبابه، ولكن المصاب جلل لما عمود يوقع عليه وعلى دماغه ويأبى ان هو يروح لمستشفيات لانه معهوش حق العلاج، لانه معهوش حق مواصلات يقدر يروح بيها للاطباء الشرفاء. لما سماح النهارده بتقول ان هي ما تمتلكش من الدنيا غير قرة العين ابنائها فلذات اكبدها محمد، واللي النهارده عدسة الزميل مدير التصوير احمد جابر لو جابته هنلاقي فيه قسمات البراءه والوداعه، الطفوله البريئه اللي النهارده احنا بنقول عليهم فعلا احباب الله، لكن احباب الله على الارض يمشون وهم يبكون وهم يعانون. محمد اللي انتم شايفينه حضراتكم النهارده محروم ان هو يخش مدرسه، ليه؟ لان ما فيش
ابوه وامه معهمش. محمد اللي حضراتكم شايفينه النهارده كل 15 يوم يحتاج لعلاج، والاب والام كلهم محتاج. محمد اللي انتوا شايفينه النهارده اللي امه النهارده بتقول هو واخوه هما في السن ده عاملين عمليات يعلم الله ويجزي الله كل يد اتمدت لهم وساعدتهم عشان يعملوا العمليه، ولكن ما بعد العمليه مصاريف العلاج ونفقات العلاج ما باليد حيله، ما فيش. الاب ارزقي، الاب بينقب في التراب بيكحت الجبال عشان يطلع اي حاجه يبيعها او يديها لبتوع الخرده عشان يقدر يقول لمحمد يا محمد بكره العيد، يا محمد كل سنه وانت طيب روح اشتري لك لبس جديد. الاب النهارده اللي هو فضل علاج ابنائه على علاج نفسه من عمود سقط على دماغه وليكن عنده ارتجاج في المخ، ولكن مش مشكله، اهم حاجه عندي اولادي فلذات اكبادي. محمد واخوه اللي النهارده الاخت سماح امهم بتقول انا مش طالبه اي حاجه من اي حد، بس طالبه ان هم يستروني، بتقول مش طالبه غير الستر، بتقول مش طالبه غير ان انا اطمئن على اغلى ما املك صحه ابنائي. وكل اب وام يعرف مدى غلاوه ومكانه الابناء لدى الابوين. اخيرا عزيزي المشاهد، لا املك سوى هذه المناشده وسوى سؤال كل مسؤول وسيد محافظ اسوان بتقديم يد العون والمعونه والمساعده والمسنده على اسرع او في اسرع وقت من اجل هذا الطفل البريء واخوه وابيهم المصاب من هذه الزوجه الشابه اللي النهارده طالبه الستر، طالبه الستر وما مشيتش في اي مجال غير ان هي تقابل ربنا وهي وبرضه مستوره. ولكم الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، واستودعكم الله وعلى وعد بحلقه اخرى مع حاله اخرى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.